أكلات من الجهات في مطبخ الحياة. عسلامة ومرحبا بكل ملتحق من توا 90.3 إذاعة القيروان للصحة. برنامجكم أكلات من الجهات اليوم باش يحط الرحال متاعو في الوسط الغربي وتحديدا في ولاية سيدي بوزيد. وعلاش تسميت سيدي بوزيد؟ على خاطر ترجع للولي الصالح سيدي بوزيد بن علي، واللي يرجع نسله الفاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتضم المدينة منتزه عالي في حي الخضرة وسبعة حدائق عمومية، وفيها بير الزواش الروماني بالإضافة المنتزه جبل سودة. ويعتمد اقتصاد هالبلاد على الأنشطة الزراعية، وأكثر ما تشهرت بها هي زيت الزيتون اللي خلى المرأة البوزيدية حرة ومجدية وتتفنن في الماكلة البنينة، وبالطبيعة مع مدام راقية المرابط اللي هي مش تسهل لنا الأكلات اللي نطيبهم في سيدي بوزيد. عسلامة ومرحبا بك. أهلا بك أروح، صباح الخير، عايشة منورة كالعادة. عايشك أنت زادة أكثر. اليوم مشينا لسيدي بوزيد بالطبيعة، عنا منو كالعادة معناها تحفون وبنين على الآخر، وأنت بالطريقة نتاعك سلسة وسهلة مش سهل علينا وعلى السادة المستمعين، وتورينا الطريقة الصحيحة متاع كيفاش نطيبوا المنيو هذا. ما قبل بالطبيعة نمشي ونشوفوا شنية كانت الإجابات. أيوة. على المسابقة متاعنا متاع اللي هي من إهداء النجمة. عسلامة. عسلامة. نتعرفوا بيك. رفيقة بشويشة. مدام رفيقة، أنا توا باش نعطيك المنيو هذا يطيبوه في ولاية من ولاية تونس، وأنت عليك طلالي شنية الولاية هذايا. عندنا كسكسي بالحارة، حسي قارس، رفيس مالح، وبهثولة. بالنسبة لبهثولة هي المحمصة تطيب في الجنوب. بالنسبة كل في ولاية واحدة راهو، أنت باش طلالي شنية الولاية؟ الولاية الحامة في قابس. تقول أنت قابس؟ قابس إي. تبعنا نهلا حد في أكلات من الجهات وإن شاء الله تكون من الرابحين. عسلامة. عسلامة مرحبا. تعرفنا باسمك؟ هند بحروني. باه، مدام هند أنا توا باش نعطيك منيو. ولاية من ولاية تونس طيبهم هذوما الأكلات هذوما، وأنت طلالي شنو الولاية؟ إن شاء الله. باهي، عندنا كسكسي بالحارة، حسي قارس، رفيس مالح، وبهثولة. أنا كيظهر لي مش تابعة الساحل والوسط، نتصور في الجنوب. في الجنوب، أعطيني ولاية من ولاية الجنوب. سيدي بوزيد. قول سيدي بوزيد. باهي، تبعنا نهار لحد في أكلات من الجهات وإن شاء الله تكون من الفايزين. سلامة. سلامة أختي. تعرفنا باسمك؟ عمران العرابي. باهي سي عمران، انا تمشي نعطيك منيو طيبوه ولايه من ولايه تونس، وانت طلع لي شنو الولايه؟ عندنا كسكسي بالحاره، حسي قارس، رفيس مالح، بهثوله. اللي هي راي البهثوله المحمص المفور. المفور سيدي بوزيد. انت تقول ولايه سيدي بوزيد. باهي، تبعنا نهار لحد في اكلات من الجهات وان شاء الله تكون انت من الفايزين. السلامه. مرحبا. تعرفنا باسمك؟ وسام سعد الله. باهي وسام، انا تو مش نعطيك منيو فما ولايه من ولايه تونس يطيبوهم هذوما، وانت تقولي شنية الولاية. باهي، عنا كسكسي بالحارة، حسي قارس، رفيس مالح، وبهثولة. نقول توزر. توزر. باهي، تبعنا نهار لحد في أكلات من الجهات وإن شاء الله تكون من رابحين. رجعنا لكم بعد ما كنا نشوفوا شنية كانت الإجابات على المسابقة نتاعنا اللي هي من إهداء نجمة الوطن القبلي. مدام راقية كالعادة عنا فايزين اليوم، ومش نعملوا بعد تيراج وصور في آخر الحصة. ديجا فما زوز جاوبوا الإجابة الصحيحة اللي هي مدينة سيدي بوزيد، وتو مش نمشيو نشوفوا شنية الأكلات اللي طيبوها. باش نبداو بالكسكسي. كسكسي بالحارة. إي كسكسي بالحارة. شنية الحارة؟ تو الحارة قلك شو كسكسي بالحارة؟ وهي راهي حاجة بسيطة برشا وموجودة في العالم الكل، وموجودة في قرون، موجودة في تونس الجمهورية الكل، أما هما عاطينها برشا قيمة ويحبوها برشا. إيسي لا سبيسياليتي دو سيدي بوزيد، يطيبوها برشا. هي الحارة تقول لك شنية شنية هي؟ سي اون سورت دو بلونت اللي هي تتزرع عندهم هما، ويزرعوها سورتو في سيدي بوزيد اللي احنا ناكلوها كوم سالات. سي لا روكيت، هو اللي هو الجرجي. فوالا لا الروكيت احنا نعملوها برشا في السلاطه. نعملوها في السلايط. فوالا انا نعملها برشا في السلايط، نحطوها في السلاطه افيك لي توماط سيريز افيك لا سلاط سيزار، والكل تبدا يسر بنينه وفيها كل مطعم البنين. احنا مثلا نعمل كسكسي بالفرفوشه ولا نعمل كسكسي بالسلق،
هما يعملوا الكسكسي نتاعهم بالحاره اللي هي الجرجير بالسوري سي لا روكيت. بون حاجه ياسر بنينه ومنفعه وبالخضره وهيله برشا. هي كما كنت تحكي انت مدام راقية قلنا احنا موجوده عندنا صحيح نطيبوها اما ما نطيبوهاش ديما خليوها نيه فوق السلايد. احنا ناكلوها افيك اون بون فينيغريت معناها بالقارص وبالخل تقعد هكاك ماذايا تطيب. لا هذيا يفوروها 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 ويعصروها ويرموها في المرق نتاع الكسكسي وبنينه برشا. كي ذقتها انا سيتان ديليسيس بنينه ودايوغ بشنو اللي نعملها انا نطيب برشا الكسكسي بالفرفوشه ما يجيش البالي اللي هي الحاره اللي هو الروكيت واللي هي الجرجير اللي هو باش نطيبوه. باش نبداو هما يعملوها بالدجاج. الدجاج يحطوا الدجاج يقصوه قطعه الدجاج بلاش الحم خاطر الدجاج مو سي خاطر يزولي الحم العلوش يغط يغطي على المطعم نتاعها يغطي على المطعم نتاعها وتولي الجرجير ما عادش عندها مطعم تولي المطعم تاع الحم العلوش ولا عصبان ولا حم بخ يغطي المطعم يعملوها بالدجاج خاطر الدجاج ما فيهوش برشا قوه نتاع الحم فهمتني سي جوست هكا سي مغصو دو بولي باش يزينوا الكسكسي نتاعهم هكا. بون تاخذ انت الدجاج تحط له البصل وتحط له شويه فلفل زينه وملح وفلفل اكحل وتابل وكرويه وثوم وهريسه عربي وطماطم تاعنا طماطم نجمه وطن هذيك ويحطوا لها زيت زيتونه وهما يتقليوا ويحطوا الحمص معها ومن بعد هو يطيب هذاك الكل شويه يحطوا القرع الاحمر ويحطوا البطاطا ويحطوا ال القرع الاحمر والبطاطا والسفناريه ويحطوا الخرشف يحطوا الخرشف مع هذه هو سيتان كسكس اوليغوم اما هم يحطوا له الدجاج به ومن بعد ياخذوا الجرجير هذاك هو اللي هو الحاره يسميوها الحاره الجرجير ريت احنا ما نعرفوش اسمها الحاره احنا نعرفوا اسمها الجرجير ولا بالسوري لا روكيت هما عند تقولهم جرجير ولا روكيت يقول لك شنو هما يعرفوها الحاره حتى احنا لهنا ما يعرفوهاش شنو هي الحاره بالضبط ما يعرفوش احنا ريت احنا في قرون في تونس يقول لك الحاره شنو هي ما هو اسمه الكسكسي بالحاره اللي هو احنا باش نوليو نسميه الكسكسي بالجرجير اللي هو بالحاره انا كي ديجا كي خرجت ناس يقول لي شنو كسكسي حار نقول لهم لا مش حار بالحاره شفت هي اسمها الحاره اسمها والله كي دخلت عملت الغشاش بالحق اصلانيه اللي اسمها هي مش الجرجير هو اسمها الحاره وهو لا تخدكسيون نتاعها هو الجرجير واضح الوغ تاخذك الحاره هذيك اللي هو الجرجير يحطوا يفوروه على الماء وحده يفوروه ومن بعد يعصروه ويرميوه في كل مرق يعصروه حتى لين يوفك اللي انت عصرته راهو يلفو اون بون كونتيتي يلفو برسك ان كيلو معناها مش نتاع باكو ولا خاطر احنا نبيعوه بالباكو في اللي ما لي ماغازان نتاعنا لازم تاخذ والله ساعات نلقاوه في المارشي بربي تلقاوه اي ربطه معناها بس سي بيان سي بيان سي تري بيان كي تلقاه في المارشي خاطر تنحي كل العرشه الخشينه هذيك وترميه هو كلي من لوطه شويه كيما السلق ترميه لا سلق لا حتى شيء كان الحاره هذيك اللي هو الغوكيت ترميه يهز غلوه يسيب القوه ينحى المراره في الـ في الـ في الطفيره يترمي في المرق ترمي معها قرين فلفل احمر قرين الاخضر يقف على زيت وتطفي عليه وانت فورت الكسكسي نتاعك على المرق نتاع الدجاج والخضره الكل من بعد تسقيه بك المرق هذيك وتحط كل الحاره انا وليت نقول الحاره تحط الحاره هذيك من الفوق هكا مش بيان سور بعد ما نزينوا مش جنب الكل اسمع راهو في ان ديكوراسيون ان بو سبيسيال كو لي زوتر كوسكوس معناها سي با لا ميم ديكوراسيون اللي احنا كسكسينا ولا حاجه الحاره هذه هي اللي هي الغوكيت الجرجير تتحط اوباغ في التبسي الكل هكا تبدا على كبر التبسي وفي الوسط يحطوا الدجاج ويدوروا به القرع والبطاطا والسفناريه ويزينوا بالفلفل ويقف ما بن ويتسقى سي فغي سي تري بون عملوا احنا نعملوا زاد الكسكسي بال يعملوا كسكسي بالبسي بال شو اسمها هذيك بخلاف ال عن الفرفوشه الفرفوشه اللي هو البسباس اي الفرفوشه وفما حاجه زاد يعملوها والله نسيتها هي الخبيزه
الخبيزه يعملوا الخبيزه احنا في قروين نعملوا زي الكوستي بالخبيزه يبدا بنين يتسقى بالخبيزه هما بالحار هذه بالفرفوش وبالواحد نتاعهم بالجرجير اللي هي الحاره يزينوها ان بو سبيسيال مش كيما احنا نحطوا كل شيء في الوسط هو الحاره كلها تبدا دايره والخضره والدجاج في الوسط وصحه وبشوي وتحيه لجماعه سيدي بوزيد على هالروسيت الهايله وحاجه حاجه جديده وحاجه مزينه وحاجه ياسر بنينه فوالا ديجا كنت باش نقول لك حاجه جديده بالحق نبدلوا الجو نتاعنا ونبدلوا معناها كل مره هو كسكسي كسكسي ما شاء الله في تونس فما كسكسي صحيح باز كسكسي اما انواع مختلفه معناها كل مره نجموا نتفنوا في الكسكسي نتاعنا ديجا انت كي تقول تونس تقول كسكسي تقول كسكسي وقلت لك الحاره هذه جرجير احنا نحطوه دون لي بيتزا نحطوه في لي سالاد وشي لي ريستورون يقول لك سالاد نتاع روكيت وبيتزا بالروكيت فيجيتاريان اما هما يعملوا كسكسي تحيه ليهم فريمون تحيه ليهم بالحق ما شاء الله والله حاجه بنين على الاخر بنين الكسكسي جربوا الكسكسي عنده مطعم حاجه اخرى بالحق حاجه اخرى حاجه اخرى حاجه فيوحه برشا وبنينه برشا اللي هي الكسكسي بالحاره توا عندنا مازال المنيو بتاعنا متواصل ومازال فيه برشا حاجات اما نخرجوا توا فاصل ومن بعد نرجعوا نكملوا بقيه المنيو اكلات من الجهات في مطبخ الحياه ورجعنا لكم في الجزء الثاني من برنامجكم أكلات من الجهات كما شفنا في الجزء الأولاني عملنا مع مدام راقية كسكسي بالحارة وراتني كيفاش لي ديتاي متاع تطيبو توا مش نعملو أحساء قارص أكا ولا إيه أحساء قارص واش معناها أروع أحساء قارص واش معناها قارص هو مش قارص معناها قارص بالقارص مش تحط له القارص لا هي هما يقولوا أحساء قارص في سيدي بوزيد على خاطر يلزم يعجنوا العجينة يعملوا العجينه نتاعهم لافي هو احساء قارص هما اذي معناها اللغه نتاعهم معروف اي في سيدي بوزيد هكا معناها احساء قارص خاطر هو يقول لك الخميره فوالا اللي هيك تقراص معناها من هكا ولا صحيتك اروى هما يعجنوا العجينه باش يقولوا احساء قارص معناها مش احساء بالقارص تاع عصير القارص احساء قارص احساء قارص اللي هو لحسو 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 نتاعنا يعملوه بالعجينه يربيه يربيه ولا يعملوا يعجنوا شويه فرينه معاها الخميره الكسكسي بتاع الخبز ويعجنوها بطريف ماء ويحطوها في حكاكه ويحطوا لها مغير فخل ويخطيوها باش تخمر وتطلع يحطوها لبرا هذيك سيف ولا شيء خليوها لبرا في حكايكه باش من غدوه تخمر وتقراص هذيك علاش سموه يا احساء قارص فهمتي خاطر هذيك العجينه هي القارص راهو مش القارص نتاع اللي نعصروه معناها الليمون نتاعنا بون الوغ شوف كيفاش يطيبوه يطيبوه مش كيفنا احنا بالكل بتاتا سي با نوتغ روسيت دحسوه اللي في قروين ولا في تونس ديجا انت قلت لي فما حاجه في سبيسيال معناها حاجه ظهرت لك غريبه هي مي من بعد كي ذقناها معناها تطلع بنين على الاخر اللي هي قلت لي بالبصل 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 وبالحمل العلوش من الاول قلت لي كيفاش بالبصل معناها انا نعرف كان بالثوم وبالتابلو بالكرويه الحسو وبالعجينه القارصه بالحق اما باش تحط له الحمل العلوش نعملوه بالكعابر الحم كعابر الحم نحط له القديد نحط له العصبان الغاوي اما ذا تحسها روسيت جديده علاش احنا حابين نقدموها احنا تو لو كوتيديان تاعنا الكل عباد الكل تعرفوا ماذا بينا نعملوا حاجه جديده فما ام البيت تبدا عندها شويه لحم علوش فيها قصبه عندها تحطها تعملها حسو ابارامون كو سي بون فهمتي معناها حاجه بنينه برشا حاجه جديده الوغ ياخذوا الزيت يقصوا له البصل وياخذوا شويه لحم علوش اللي عندك راهو مش لحم علوش برشا لحمه هكا شويه لي غاست نتاع اللحم نتاعك اللي انت موجود في دارك تحط اللحم العلوش وتحط البصل تحط له هريسة عربي وهريسة وطماطم طماطم من نجمة الوطن القبلي نجمة الوطن القبلي وحطوا له تابلو كروية ثوم فلفل أكحل وحطوا له الرند الرند ما نعرفش انا يحطوا رند في الحسو الحقيقة قالت لي انا احنا حكينا معاه وقالت لي احنا مادام رابطنا نحطوا الرند الرند ولحم علوش وبصل سي بيزار معناها احنا ما نطيبوهمش هذوما هما يعملوهم تقليهم الكل مع بعضهم وتمرقهم بالماء السخون تمرقهم بالماء السخون انت ديما تنسيتي على الماء السخون اللي احنا ما نمرقوش بالماء البارد وهي تبرق بالماء السخون معناها شفت احنا معناها لي غوسيت اللي اعطيناهم ديما بالماء السخون هما لقيناها هي تعطي بالماء السخون وتعمل النعناع الشايح نعناع الشايح وعندهم هما اللي باش يعملوا العجينه هذه القارصه
اللي هي بالخميره العربي يعملوها، وهوبا معناها يحلوها. باش يحلوها؟ يحلوها بالماء البارد ويبداو يعجنوا فيها ويحلوا يعجنوا فيها ويحلوا حتى تذوب الكل. اه سي بون، عجينه ولات هي ديجا، هذيك ولات عجينه وهما يحلوها حتى تذوب كلها وتذوب معناها تولي كلها ماء. وقتها ياخذوا الصفيه ويبداو يصفيوا فيها فك الاكل الحساه هذيك، بعد ما قليوا يصبوا شويه ماء سخون ومن بعد يصبوا كل ماء نتاع العجينه القارصه. هي تفرق على الحصون تاعنا، خاطر احنا ديجا الحصون تاعنا نطيبوا له الصوص نتاعو ومن بعد نحطوا الفرينه مع الخل في الماء بالخل وبعد نصفيوه. هما ما يحطوش الخل، يحطوا كل العجينه القارصه اللي هما حلوها وحطوها ورميوها وصبوها، ومن بعد يحطوا النعناع ويحطوا قرين فلفل بر العبيد، وهذيك تقف على القارص نتاعها، ولا هذيك الحصون نتاعنا يطيب الحم ويطيب الرند ويطيب البصل، مش كيما نتاعنا احنا يختلف على نتاعنا احنا يختلف على الحصون نتاعنا. هذاك هو الحصين نتاعنا، وتحيه ديما ليهم ويعطيهم الصحه. تحيه للاهالي سيدي بوزيد بالحق، فنانين ومجديين طلعوا معنا. هو ديما راهو في اي منطقه من مناطق تونس كي نمشيو نقولوا المره ذي مش نلقاو مجدي يا اخي، نلقاو في الجهه اللي بعدها مجدي اكثر من معناها طلعنا مجديين الكل في تونس معناها من الشمال للجنوب. به توا مش نعملوا حاجه هما قال كي يطيبوها في الشتاء برشا، خاصة الطقس ورجع الجريب ورجع الواحد يطيبوها بالقداء، اللي هي رفيس مالح. رفيسة مالحة، رفيسة مالحة. احنا استنسنا بالرفيسة اللي هي الحلوة نعملوها بالدقلة وكل شيء. في سيدي بوزيد لا تختلف الحكاية، يعملوها رفيسة مالحة، رفيس مالح يتسمى. هي رفيسة مالحة نتاعهم شو كيفاش؟ ياخذوا 500 غرام سمول فا. وياخذوا اللي هو سميد لارتب. سميد لارتب صحيح، و250 غرام فرينه، والله بنينه برشا هذيا وهيله برشا. وياخذوا شويه ملح وماء، ملح وماء، ملح وماء، ويصبوا لها الماء ويعركوها ويعجنوها، يعجنوها برشا برشا ويعركوها يعركوها. واللي عندها ماكينه نتاع عجينه ما فيها حتى مشكله كي يعجنوها معناها بالماكينه، تتعجن بالماكينه، ترتح ترتح الميبريز لا ميزون الام وترتحها وتخدم هي. ديجا احنا اي حاجه انا نشوفها حتى من روحي، اي حاجه فيها عجنين نقول خلي مره اخرى نعملها، اي حاجه فيها عجنين. مي بالحق العجين اللي عنده العجين ترتح برشا، ترتح برشا بتبيعها بحاجه هايله برشا. ومن بعد تاخذك العجينه هذيك وتعركها وتحط لها شويه زيت زيتونه وتعاود تعركها، تحط لها شويه زيت زيتونه وتعاود تعركها ما بين يديك، شويه زيت زيتونه وعركه، شويه زيت زيتونه وعركه، شويه زيت زيتونه وعركه، حتى لين توفاك الكيس زيت زيتونه. لاستيوس نتاعها هي راهي الرفيسه المالحه تتعرك تريف وطرف زيت زيتونه، تعرك طرف زيت زيتونه حتى لين توفاك الزيت الكاس الزيت هذاك. تخليها ترتاح وتمشي للشكشوكه نتاعنا اللي هي باش تطيب بالشكشوكه باش تعمل المالحه. شنو هي الشكشوكه نتاعنا؟ هي تحط كل شيء في البيرد، تاخذ الزيت الزيتونه تحطه، وتاخذ البصل وتاخذ الفلفل الاخضر وتاخذ الطماطم وتاخذ الملح والفلفل زينه وتحطهم فك الواحد الكل وتحطهم افوتري دو يقعدوا يطيبوا 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 حتى لين يهبطوا الكل يتهبوا سونزو من غير ماء، الطماط والفلفل وكل شيء يهبطوا الكل مع بعض. من بعد كي تراهم انت هكا بداوا يقروا في الزيت نتاعهم تحط لهم الكيتة ماء شويه ماء. انت اونتر طون هذيك قاعده تيب تاخذ اكل العجينه نتاعك انت اللي انت عملتها بالزيت، تقصها قد كعبه البرقدي وتحلها كبيدك بيدك 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 بالزيت وتحطها في الطاجين التيب. بعد ما طابت احنا الطاجين هذا بطبيعه شريناه وما ندمناش عليه خاطر طيبنا ببرشا حاجات باش نعملوا ببرشا حاجه، وتبدا تفتفت فيها تفتفت فيها تفتفت فيها. قرت انت الزيت نتاعها هذيك وطابت تهز بالمغرفه وتحطها، راهي ما تتحركش باليدين، انا راني قعدت باهته فيها، راهي تصب كشكشوكه تبرد هذيك وتبدا تغفص فيها بيديك فك اكل العجينه اللي انت عملت، ما تتعملش بالمغرف، يعملوها بيديهم يبدا بيديهم هذيك هي نتاعهم الرفيسه المالحه تترفس باليدين. تترفس باليدين يبداو يعملوا فيها بالمالح نتاعهم، يعجنوها هكا باليدين باليدين باليدين، وبعد يحطوها ويبداو ياكلوا فيها بيديهم.
بيديهم ياكلوها بيديهم. اللي يحب المغرف هما راهو مع بعض رفسوها ياكلوها بيديهم. هذه تاع عادات هذيك العادات. تو انا كنقول ليه ما تاكلش باليدين وما ترفسش؟ هي رفيسه قالت لي تترفس باليدين تبدا يدينا نظيفه رفسوها وناكلوها بيدينا. وذيك جونا وذيك عادتنا وذيك هذيك هو اللي احنا نحبوه ونحب ونعملوها. هذيك هي هذه هي الرفيس مالح. ديجا احنا في الجزء الاولاني عملنا كسكسي بالحاره، بعد عملنا احساء قارس، وبعد عملنا رفيس مالح. هذا الكل اللي عملناه ديجا هي من مدينه سيدي بوزيد، فريمون يعطيهم الصحه، حاجات بنين على الاخر. وكما قلنا احنا في الطقس البارد هذا يلزم حاجات هكا، يلزم حسو، يلزم رفيس المالح هذا، قال لك يقاوم البرد. ديجا فيه برشا حاجات، فيه البصل والطماطم والفلفل هذوما كلهم انا فيهم. ديجا الفلفل فيه الفيتامين سي اللي هو يقاوم البرد هذا. شكرا لك مدام راقيه، مازلنا متواصلين معاك في البرنامج اكلات مجيات. نخرجوا فاصل ونرجعوا لكم بعد شويه. أكلات من الجهات في مطبخ الحياة. رجعنا لكم أعزائنا المستمعين على 90.3 برنامجكم أكلات من الجهات. كنا في الجزء الأول والثاني طيبنا مع مدام راقية كسكسي بالحارة، أحساء قارس، رفيس مالح. توا فما أكلة ديجا معناها اسمها غريب شوي هكا ولا مدام راقية، اللي هي البهثولة. ديجا معروف هذايا في سيدي بوزيد، هي المحمص المفور هكا ولا محمص. علاش يسميوها الاسم هذاك ما نعرفش. والله هكا سميوها بهثوله خاطر ما نجموش يقولوا محمص مفوره ما تجيش، فهمتني؟ عملوا لها اسمها، هما يقولوش محمصه، يظل يقولوا البهثوله باش نطيبوا اليوم بهثوله هكا، معناها هي اللي محمصه، اللي هي اللي الاسم نتاعها توا. كيما احنا نقولوا نواصر ونقولوا دويده مفوره، هما يقولوا بهثوله. الوغ هي البهثوله هي هذه أكلة معروفة ياسر في سيدي بوزيد. أنت عمرك سمعت محمصة مفورة؟ تعرفيش؟ غريبة. نعملوا نواصل مفورة، نعملوا دويدة مفورة، نعملوا كسكسي مفور، نعملوا روز مفور. ديما جيري معروف. ديما جيري يعطيك الصحة. ألوغ لا هما يعملوها مفورة. سي بيزار يعملوها مفورة، نظر كيفاش عطاونا لا غوسيت. ياخذوا المحمصة نتاعهم. المحمصه نتاعهم يدونوها بزيت زيتونه. المحمصه الخشينه هكا ولا لا؟ الوغ سي لا موين المتوسطه، ني لا 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 المجويده، ني الجيده، ني الخشينه. المحمصه الموين هي لا موين هي المتوسطه. الوغ ياخذوا المحمصه الموين هذيك يحكوها بالزيت بالكدا بالكدا ويحطوها تتفور. يعملوا شاك 25 مينوت يفوروها ويبلوها بالماء البارد، يعاودوا يفوروها شاك 25 مينوت. يحب لها ابوبخي اون اور موان كاخ، معناها ولا ساعة غير باع كيكا، ساعة غير باع يحب لها وهي تتفور، فهمتني اروى؟ اونتخ تون هذيك قاعدة تتفور، شو يعملوا هما؟ ياخذوا طنجرة ماء بارد. ديما هما جماعة السود هذوك الكل ما يقليوش، لاحظت؟ ما يقليوش بالحق والله. وتحية ليهم خاطر بوغ لا سونتي، احنا كيما نبداوش نقليه وقلي قلي 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 مع سي تري موفي بلاصه. اوكي طيب راهو حاجه في الفروار للمعده صحيه على الاخر، للمعده كي تحرق البصل وتحرق الثوم وتحرق الطماطم وتحرق فك الاكل لي زيبيس نتاعك الكل سي، معناها لا غوم نتاعهم تحرق وراهي ماكله صحيين. لا انا راني ما نقليش، وساعات ننسى نقلي ونقولوش بيني، اما هي الريحه ياسر بينا تاعك التقلي. اي هو التقلي بالحق المطعم في الدار وفي الكوجينه تبدا ياسر بينا. احنا استنسنا كيكه سبحان الله، استنسنا من الاولى احنا نقليوها. اما اغزر تو انت، احنا تو هالجماعات هذوما ديما احنا في السود ريتم يقليوش ديما كل شيء في الماء البارد، في الماء البارد. حتى تو الماكله نتاعنا هذه البهثوله نتاعهم يحطوها في نخلط فين يحطوها في الماء بارد. بون الوغ ياخذوا طنجره ماء بارد يحطوا فيها الطماطم نتاعهم، الطماطم الزيت طماطم نجمه الوطن القبلي، ويحطوا فيها الزيت الزيتونة، يحطوا البصل، يحطوا التابل والكروية والثوم والطماطم المقصوصة الفرشكة، يحطوا الحمص والفول الشايح، ويحطوا راس ثوم. راس ثوم بقشورو كامل يغسلوه ويرميوه بقشورو. كيما أنا الملوخية نرمي فيها راس ثوم، نحيك العرشة الفوقانية ونحيك الوسخ ونخلي القشرة ونغسلها مليح 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 بالماء السخون، نحي منها التراب ونرميها أنا في الملوخية باش تسيبك القوم تاعها. بعد ينزلوا يخرجك الثوم، يخرج يزيد يعطي المطعم نتاعو.
هذيك يرميو الثوم راس كامل. ثوم ولا بصل؟ لا ثوم ثوم. ثوم. نحكي لك على الثوم. 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 البصل هذيك يقصوه قصوه هذيك البصل. هذا راس ثوم كامل. راس ثوم كامل. ويحطوا الفلفل الأكحل ويحطوا فيها القرنيت الشيح. أو دجا احنا الجنوب كلهم عندهم الحوت الشيح والقرنيت الشيح ياسر يطيبوا بيه. يطيبوا بيه برشا. ويحطوا الهرميس. اللي هو الفرنيز اللي هو المشمش الشيح الفرنيز يحطوا 8 10 كعبات فرنيز شيح ديما لاحظت انه وين يحطوا القرنيت الشيح ولا يحطوا معاه وزف شيح يحطوا المرشمش الشيح عندهم هما ومن بعد تفور اكل فورتين هذوك ياخذوا يهبطوها ويسقيوها بك المرقه اللي انت هذيك الكل طيبته قليته ومرقته اللي قلت لكم عليه هذه اسمها البهثوله. البهثوله ومن بعد ما سقاوها اروى يحطوها تتجمر في كروينه على الغاز ما يحطوهاش في الفور يحطوها في الكروينه على الغاز تقعد تتجمر بالقدي ومن بعد يزينوا اكل فرميز ويزينوا القرنيت الشيح ويزينوا اكل البصل وكل الحمص والفول الشيح والرأس الثوم والكل وهذيك هي البهثولة متاع سيدي بوزيد اللي هي المحمص المفورة. المحمص المفورة كما احنا نعملوا الدويدة المفورة نعملوا النواصر المفورة البرغل المفور هما يعملوا المحمص المفور ريت ما نعرفوهاش ما نعرفوهاش حاجة جديدة المحمص المفورة ان عمري ما سمعت بها الحقيقة ما نكذبش عليك عرفتها في سيدي بوزيد وفريمون تحية ليهم وان شاء الله نجربوها نبدلوا شوية تقول لك انا فديت من وصل المفورة من الدويدة المفورة من البرغل المفور من الروز المفور من نجربوا الحمصه المفوره اللي هي اسمها بهثوله وما تنحيليش اسمها ما تقولش باش نفور محمصه مفوره قول راني باش نفور البهثوله سيدي بوزيد يعطيك الصحه توا فما بالحق جانا ميساج يحبوا على الرولي نتاع المعجون قلت لهم والله بالحق نسألوا مدام راقية هاي جيت أنا مبروفيست الحكاية ديجا في بالك شي بها أنت خاطر نعرفك مدام راقية صنيفة ما تحيرش معناها كيفاش نقول لك رولي بالمعجون تقول لي شنيا هذايا ونعملها لي ريشيرش دونك قلت معناها توا معناها جانا الميساج قلت توا نقول عليه المدام راقية باش نشوفوا كيفاش نعملوا رولي نتاع المعجون خاطر بيان سور معناها احنا مادام في برنامج نتاع الطبق ممكن يلزم حاجة حلوة حاجة حلوة علاش ليه علاش ليه نعملوا حاجة حلوة وسهلة برشا وبنينة برشا وبنينة برشا اغسل باش نعطيكم انا مقادير نتاع ني غراماج ني ميزان لحد شيء نتاع مراه باش تعملها في الدار تشيخ عليها تاخذ كعبتين عظم اي ديجا بالموجود بالموجود كعبتين عظم اكاهو تحط لهم باكو سكر فاني وتحط لهم كيس فنجال زيت زيتونه اي الفنجال هذيك تحط له فنجال سكر سكر فنجال حليب وتحطوا معك العظام هذيك وتخلطهم تخلطهم انت بالفوي الاما ولا بالفوي كيما تحب الركاضه اللي بال اللي تحب انت تخلطهم تاخذ شويه قشور برقدي كان عندك تحط لهم بلاش بسبيس البسبيس يمشي للبسكوي نتاعنا هذيك ديري ومن بعد تحط انت تبدا شاده هكيكا وتحط الملح ومش الملح تحط الفرينه فرينه ومعها باكو زوز باكويت خميره تاع جاتو فوالا وتخلطهم تخلطهم تخلطهم حتى لين توفى اكل حتى لين توصل تلم العجينه نتاعك تتلم تتلم الفرينه سون ميزور الفرينه او فيغ ميزور وانت تلم 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 حتى تتلم بيان سور احنا نعرف الفرينه تنجم تشرب فما انواع نتاع فرينه تنجم تشرب يعني هانك عينك ميزانك انت علاش انا قلت لك انت خلطت هذوك الكل تبدا تصب الفرينه تصب الفرينه وتخلط تولي بيدك حتى اللي تولي لك اون بات نورمال معناها مش جاريه ومش اون بات يابسه بعد انت هذاك تقسمهم قدك عبيت الكرة قدش يجيوك أربعة خمسة أنت وش تحب عندك المعجون نتاعك الديري ولا تشري معجون لا كونفيتور دابريكو بنينة بتاع السفرج المعجون اللي عندك كان أنت عندك مش في الدار عندك أنت فريز في الدار أي نوع متاع معجون نحبوا عليها فلا تحل هذيك تعملوا ريكتانجولير جا صغيرات هذي متعلي خطر يحبوا مغرومين بحاجة حلوة المعجون سيتنبوتي لابخي ميدي ولا يجي الفكر كنتي تو وقت المعجون نتاعنا وقت شتينا
عملوا برشا لي كونفيتور وكل شيء عندنا الغليل الكل. توا عندك معجون الميدالينه, عندك الميدالينه هيك رخيصه مغمون بكتسه, عندك معجون البرقدين, عندك معجون الزنبيع, الكل هذوما تنجم تعمل. ان شاء الله في الحلقات الجايه مدام راقيه توا جبت لي فكره نعملوا انواع نتاع المعجون. ديجا معجون بالحق بنين على الاخر وصحيين, مادام تعملهم في الدار مش يكونوا صحيين على الاخر, نعملوهم المره الجايه ان شاء الله. لي كونفيتور تنحيهم وتطيب السيرو وتحط خاطر ابن ملي خاطر الا حرقت انت توا لي فروي نتاعك تحرقهم فوق الغاز ما عادش عندهم منفع. يلزمك ديما تطيب البود لي سيرو نتاعك وتصبهم ويهزوا غلوه هذوك بور غاردي لو سافور اي لا كولور دو لا ديزاغروم نتاعنا توا لي زاغروم اللي عندنا. به نرجعوا قلنا نحلوا العجينه نتاعنا لا كونفيتور, تحلها تعملها ركتانغولير ا بو بري 30 سنتيمتر وتاخذ تعملها 30/50 وتاخذ تعبيها بالمعجون وتثنيها هكا تثنيها حتى توفى وتشد لي باغ هذيك لا فورشيت باش ما يخرجش لك شي المعجون منها. تدهن بفصيص عظمه وتعبيها بالجلجلين من الفوق, تحط الجلجلين بزيت جلجلين ما تخافش عليه. ومن بعد تهزهم تحطهم وحاول باش تبعد ما بين الكعبه والكعبه 5 أو 8 سنتيمتر باش كي تنفخوا ما يلصقوش. بيان سور تحط هما بالخميره مش ينفشوا شويه, يقعدوا مفوجين. اسمع وما تعملهمش كبار برشا وما تعملهمش صغار برشا, عملهم موين كيما قلت لك. وحاول باش تحلها بالقدا باش تعطي باش ما تقعدلكش عجينه برشا, تاكل المعجون اكثر من العجينه. وتحطهم في الفور وتطيبهم, وبعد حاول باش تقصهم من قبل 3 à 2 cm وتحطهم في الفوق وتخرجهم ويتيبوا. هذيك هو سي لي البسكوي الغولي على كونفيتور هذيك نتاعنا, البسكوي بالمعجون نتاعنا, الزمني والبنين. ونعملوا الفطور الصباح للعشيه لصغيراتنا وصحه وبالشفاء. يعيشك مدام راقية, صحة وبشفاء لكل اللي يسمعوا فينا. ديجا المنيو بتاعنا اليوم تحفون وكونسيستون, ديجا عملنا من ولاية سيدي بوزيد الكسكسي بالحارة, أحساء قارص, رفيس مالح, بهثولة, وفي الأخر عملت لنا مدام راقية ديجا أنا قلت لها كيك أنا بروفيست باش تعمل لنا رولي نتاع معجون. شكرا ليك مدام راقية. تو ما بقى كان باش نشوفوا شكون ربح في المسابقة نتاعنا اللي هي مهداة من نجمة الوطن القبلي. عندنا زوز ربحوا في المسابقة اللي هو سي عمران العرابي, عمران العرابي وهند بحروني. ديجا هذوما الزوز اللي جاوبوا الإجابة صحيحة كي سألناهم عطيناهم المنيو قالوا لنا اللي هي من مدينة سيدي بوزيد. توا باش نشوفوا شكون سا سي بيان هي اللي ربحت من مدينة سيدي بوزيد. هما جاوبونا الإجابة اللي هي من سيدي بوزيد. الإجابة معناها كي عطيناهم المنيو عرفوها. أنا برشا احنا ديجا ما نجموش يعرفوا حتى المنيو, لازم تحسوا صعيبة شوية. عاشت غادي ولا سفرتشي ولا خاطر صعيب شوية المنيو. صعيب شوية المنيو ديجا هما كي ياخذوا حاجة احنا ديجا كي نعطيوهم الريسيت مثلا تقول كسكسي بالحاره تيان هذا يا سيدي بوزيد, دونك ما يكون المنيو الكل كان سيدي بوزيد. دونك هذوما الزوز قدامكم نشوفوا مش نختار هذايا. واللي ربح معنا اليوم هو سي عمران العرابي. سي عمران العرابي يا حياه قلبي مبروك 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 مبروك, ربحت معنا من اهداء نجمه الوطن القبلي. نكلموك ان شاء الله وجيت تسلم الجائزة نتاعك. شكرا ليك مدام راقية. وأعزائنا المستمعين كان فاتكم الحصة نتاعنا تلقاو على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياة فهم. كانت معكم أروى غيث كوتي ميكرو, أمنة بوخيت في الإخراج التقني, محمد قدح لأمن لكم ديجيتال, وزادا نقدموا تحية لمحمد قدح مرة أخرى اللي هو خرج وعمل معنا الروبورتاج. أكلات من الجهات في مطبخ الحياة, في مطبخ الحياة.